الآراء مع شركائنا وشركائنا في الجنوب وشرق العالميين، وقد دعونا الدول من رابطة دول مستقلة وكذلك من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وكذلك عدد من المنظمات الدولية، وتبادلنا الآراء حول الأوضاع العالمية وركزنا على تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، ورأينا في آفاق التعاون بين دول بريكس والأغلبية الدولية في مجال التنمية المستدامة. وضمن الاجتماعات والفعاليات التي تحدثت عنها قد جرت في جو عملي ومنفتح وتفاهم، وهذا النهج البناء في العمل سمح لنا على مدى 3 أيام أن نناقش بشكل تفصيلي أوسع حزمة من المسائل. وخلال القمة تم اتخاذ بيان كازان لمجموعة بريكس، وكذلك تحدثنا عن مبادئ المجموعة الواعدة والناظرة للمستقبل، وكذلك تحدثنا عن إقامة مجتمع أو نظام عالمي عادل وديمقراطي وشامل قائم على ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك يقاوم العقوبات غير الشرعية. دول بريكس تسعى لتعزيز التعاون في المجال المالي، وسوف نقوم بتعزيز التواصل في هذا المجال وإقامة آليات لا تتعرض لضغوط الخارجية في هذا المجال. وخلال القمة قد تحدثنا عن الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات للتنمية الواعدة والمستقبلية لدول بريكس ولدول الجنوب والشرق العالميين. وبالنسبة لبنك التنمية الجديد والسيدة ديلما قد تحدثت عن تمديد رئاسة البرازيل لهذا البنك، أي تحت رئاستها. ونذكر بأن البرازيل تترأس مجموعة بريكس في العام القادم، ولا أخفي عليكم بأننا نعلم ما هي الأوضاع حول روسيا، ولا نرغب بنقل هذه المشاكل إلى المؤسسات والآليات التي تعنيكم بأنفسكم. نحن نقوم بحل مشاكلنا بأنفسنا، إضافة إلى ذلك نقوم بتنفيذ المشاريع في الصناعة والبنى التحتية واللوجستية، وكذلك هناك تعاون بين دولنا في مجال الثقافة والتعليم والرياضة وكذلك المجتمعات المدنية. إن بريكس ليست صيغة مغلقة بل منفتحة للجميع وكل من يقاسمنا تقاليدنا ومبادئنا لإيجاد الحلول المشتركة دون أي فروض خارجية ودون إملاءات على كائن من كان. وبريكس لا يمكنها أن لا تستجيب للطلب الكبير على مثل هذا التعاون، ولقد تحدثنا عن توسيع بريكس من خلال إيجاد فئة جديدة وهي الدول الشريكة، وقد تحدثنا كذلك بشكل غير رسمي، وهناك كانت محادثات ثنائية على الهامش، وحاولنا كذلك نحن بأنفسنا أن نلتقي مع زعماء الدول المشاركة في هذه القمة اليوم.